في حلقة اليوم سنتحدث عن رحلتي الرسول بولس الثانية والثالثة. أعزائي من منطقة قصاريا عند البحر الأبيض المتوسط، نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل. في هذه الحلقة رحين ندرس رحلة بولس التبشيرية الثانية والثالثة. حبيت أبتدي من هذا المكان. هذا المكان كان محبب على قلب بولس، زاره عدة مرات. منطقة قصاريا عند البحر الأبيض المتوسط مشهورة جدا، كانت تعتبر عاصمة البلاد في أيام الرومان، لأنها كانت المنطقة أو المدينة التجارية، كان فيها ميناء عظيم بناه هيرودس الكبير، وأيضا تعتبر مدينة إدارية، كان الحكام السياسيين يأتون ويسكنون في هذا المكان. هيرودس الكبير بنى هذه المدينة تخليدا وتكريما لأغسطس قيصر، سماها على اسمه. فتستطيع أن ترى معظم الأبنية مثل هذا، المسرح الروماني، الميناء العظيم اللي بناه، يعتبر من أعظم الموانئ في العالم القديم، الأكوادكت اللي بينقل المياه من عند سفح جبل الكرمل حتى قيصريا. في هذا المكان كان يسكن في قيصريا فيليبوس المبشر، وجاء بطرس بشر كورنيليوس وعمدوا في هذه البلدة، وأيضا بولس قضى سنتين في السجن قبل أن يبحر إلى روما. أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة، سوف تكون سبب بركة لحياتك. من هذا المكان سوف ننطلق إلى تركيا، وبالتحديد إلى منطقة أفسس وإلى اليونان، حتى ندرس عن هذه الرحلات الشيقة. سأعود بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضا أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. ما زلنا في البحر على الوشك إلى وصول إلى منطقة كوساداسي الحديثة في تركيا، اللي هي منطقة أفسس قديما. من هذا المكان رح نروح لأفسس بعد قليل. وبعدما أقاما بعض الوقت في أنطاكيا، صرفهما الإخوة بسلام إلى الذين أرسلوهما، ولكن سيلا رأى أن يبقى هناك فرجع يهوذا وحده. وأقام بولس وبرنابا في أنطاكيا يعلمان ويبشران بكلام الرب، ومعهما آخرون كثيرون. وبعد أيام قليلة قال بولس لبرنابا: تعال نرجع لنتفقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلام الرب، ونطلع على أحوالهم. فأراد برنابا أن يرافقهما يوحنا الملقب بمرقس، ولكن بولس رأى أن لا يرافقهما من فارقهما في بنفيلية وما شاركهما في العمل، فوقع بينهما نزاع حتى افترقا. فأخذ برنابا مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلا وخرج من أنطاكيا بعدما استودعه الإخوة نعمة الرب. فاجتاز سوريا وكيليكيا يقوي إيمان الكنائس. أعزائي من أثارات الكنيسة القديمة، كنيسة القديس يوحنا، أريد أن أتحدث عن رحلة بولس التبشيرية، رحلته الثانية والثالثة. قبل ما أتحدث أعطيكم خلفية عن هذا المكان. أنا موجود مثل ما شايفين أثارات كنيسة قديمة، كنيسة بيزنطية بنيت في أيام الإمبراطور جوستينيان.
هذه الكنيسة بنيت تخليدا وتكريما للرسول يوحنا، يوحنا الحبيب تلميذ يسوع المسيح. في آخر حياته على الأغلب عاش 105 سنوات. بعد نفيه إلى جزيرة بطمس رجع إلى منطقة أفسوس، ويقال أنه مات وقبره موجود داخل هذه الكنيسة. طبعا هذه الكنيسة في منطقة أفسوس القديمة في تركيا. أفسوس لها تاريخ عريق وطويل، ابتدى من أيام اليونانيين، لكن عندما جاءوا الرومان واحتلوا هذه المنطقة تبنوا عدة أمور، منها اللغة اليونانية ومنها أيضا بعض من الحضارة والآلهة اليونانيين. فلما بتسير في منطقة أفسوس بتشوف أثرات الأصنام والتماثيل في كل مكان، اللي هي تذكار لآلهة متعددة إن كانت يونانية أو رومانية لشتى الظروف أو الوسائل. هذه الأسماء موجودة في أفسوس. أفسوس كانت تعتبر أكبر مدينة في آسيا الصغرى. هذه المدينة كان تعداد سكانها يزيد عن 200,000 شخص، وكانت تعتبر سوق آسيا أو خزانة آسيا أو بنك آسيا، لأنها كانت مركز تجاري هام وأيضا منطقة زراعية خصبة ومنطقة سياحية. الطقس جميل جدا، ولأنها تتمتع بميناء جميل فكانوا يأتون البحارة والتجار والسياح من كل أنحاء العالم ليزوروا مدينة أو منطقة أفسوس. ليس هذا فقط، كانت تعتبر مدينة سياسية أيضا، لأنه كانت أكبر المدن في آسيا، فكل القضايا كانت تقام في هذا المكان. ويقال أن الحاكم الروماني كان يأتي من فترة إلى أخرى ويعتني ببعض الأمور أو القضايا حتى يظهر العدالة الرومانية. ففي أفسوس العليا كانت تقام القضايا السياسية، أو في منطقة الأجورا ساحة الميدان العام، وفي أفسوس السفلى كان الأجورا اللي هي المنطقة التجارية. طبعا أفسوس كانت تتميز أنه هي مدينة رياضية، كانت تقام فيها الألعاب الرياضية. لكن شهرة أفسوس أنها كانت مركز للسحر والعرافة. كل من يريد أن يأتي ليستفيد من شيء من خلال السحر كان يأتي إلى منطقة أفسوس، إذا كان محتاج لحظ أو محبة أو فتاة تتزوج أو تخلف إلى آخره، فكان يأتون إلى هذا المكان لأنه مليء بالسحر والعرافة. لكن تتميز أفسوس أنه كانت مركز عبادة الإلهة أرطميس، الاسم اليوناني، أو ديانا الاسم الروماني. يقال أنه هذه الإلهة سقطت من السماء، ليس لها شكل جميل بل لها عدة أثداء تمثل أنها إلهة الخصوبة. هذا الهيكل بنوه اليونانيين القدماء، وكان يعتبر تحفة في الفن المعماري، يتألف من 127 عمود، وهذه الأيام لا تستطيع أن ترى إلا عمود واحد، فذهبت كل أمجاد أرطميس في منطقة أفسوس. منطقة أفسوس إذا صرت معي في الطريق الرئيسي بينزل إلى ساحة الميدان العام، تستطيع أن ترى المكتبة الرئيسية في المدينة، تسمى مكتبة سلسس، وهي ثالث أكبر مكتبة في العالم. المكتبة الأولى كانت في الإسكندرية، المكتبة الثانية في برغاموس، وطبعا هنا في أفسوس كانت تعتبر المكتبة الثالثة. ثم تسير في الطريق الرخام إلى المسرح الروماني القديم اللي بيسع 24,000 شخص. ومن هناك إذا نظرت يوجد طريق الميناء الذي يربط ميناء أفسوس بمنطقة أفسوس. إلى هذه المدينة جاء بولس الرسول وعاش 3 سنوات. جاء أيضا تيموثاوس ويوحنا الحبيب. في هذه المدينة مكث بولس 3 سنين وأسس كنائس محلية. أصر بولس على زيارة كنائس غلاطيا للمرة الثانية، لكن عندما اقترح برنابا أن يأخذ معهما يوحنا مرقس مرة أخرى
افترق الرسولين عن بعضهما، وانضم سيلة إلى بولس وراح يثبت الكنائس التي في سوريا وكيليكية في طريقهما إلى دربة ولسطة. وفي هذه المنطقة قابل بولس شاب صغير مؤمن يدعى تيميثاوس، والذي انضم بدوره إلى التلاميذ. وبعد أن زار ثلاثتهما الكنيسة التي في بيسيدية بأنطاكيا، مر عبر ميسية حتى وصل إلى الميناء الهام ترواس. وفي ذلك المكان ظهرت لبولس رؤية رأى فيها رجل مكدوني يطلب منه القدوم إليهم. وفي طريقه إلى مكدونية أسس كنائس في مدن فيليبي وتسالونيكي وبيرية. ولم تخلو تلك الرحلة من المشاكل، لأن دائما ما كان بولس وسيلة يواجهان معارضة من جهة هؤلاء الذين رفضوا الإيمان، حتى أنهما ألقيا في السجن في أحد المرات. وبينما ظل سيلة وتيميثاوس في بيرية لبعض الوقت، اتجه بولس إلى أثينا. وبينما هو منتظر أن ينضم إليه رفقاؤه، ألقى بولس عظته الشهيرة موجها حديثا إلى الإثينيين من فوق هضبة مارس. ومن أثينا عبر بولس إلى كورنثوس، حيث ظل هناك مدة عام ونصف العام، وكان خلال تلك المدة ينشر الإنجيل بين الناس بنجاح كبير. ثم غادر بولس مدينة كورنثوس عن طريق البحر، وتوقف لمدة قصيرة في أفسس خلال رحلة عودته إلى أورشليم وأنطاكيا. أعزائي، أواصل حديثي عن رحلات بولس التبشيرية في هذه الحلقة، الرحلة الثانية والثالثة، لكن اسمحوا لي أن أتكلم في هذه الفقرة عن رحلة بولس التبشيرية الثانية. مثل ما ذكرت من قبل أنه تحول المركز التبشيري من أورشليم إلى أنطاكيا. في أنطاكيا صلت الكنيسة وانطلق بولس وبرنابا في الرحلة الأولى. في هذه الرحلة أيضا بولس ينطلق من منطقة أنطاكيا إلى آسيا الصغرى حتى يشجع ويبني المؤمنين ويتابع مع الناس اللي وصلت لهم الرسالة من أول رحلة. لكن في هذه الرحلة اختلف بولس وبرنابا حول يوحنا مرقس. يوحنا مرقس تركهن لما كانوا في الرحلة الأولى، لا نعلم السبب، لربما مرض، لربما خوف، ولربما لأن المنطقة شاقة جدا وجبال عالية، لا نعرف السبب تركهن. فاختلف بولس وبرنابا، وكان برنابا عاوز أنه يأخذ يوحنا مرقس، لكن بولس قال لا، اللي تركنا في الرحلة الأولى أفضل ما يجي معنا. فبرنابا أخذ يوحنا مرقس وسافر في البحر إلى منطقة قبرص. أما بولس الرسول فأخذ معاه سيلة، وهو وسيلة انطلقا في رحلة التبشيرية الثانية. انطلقوا طبعا من منطقة أنطاكيا سيرا على الأقدام، الهدف أنه يصلوا مثل ما ذكرت آسيا الصغرى من أنطاكيا. وصلوا إلى جبال عمانوس العالية، إلى منطقة أو مقاطعة كيليكية. وفي مقاطعة كيليكية أعتقد يعني على الأرجح أن بولس زار مسقط رأسه، المكان المحبب على قلبه وعلى طفولته، مدينة طرسوس. ومن هناك ابتدأ بالسفر إلى أكثر، إلى آسيا الصغرى تركيا اليوم، إلى كنائس قد زارها من قبل، إلى كنائس دربة، لسترا، إيقونية، وطبعا أنطاكيا بسيدية التي هي في تركيا حاليا. من هناك سافر بولس إلى منطقة فريجية في المنطقة الشمالية، ومن هناك ذهب إلى جنوب غرب بثينية، ومن بثينية ابتدأ يكمل رحلته إلى ميسية، وطبعا من هناك إلى ميناء ترواس. من هناك في ترواس قابلوا لوقا وانضم مع الفريق، مع فريق بولس وسيلة. لكن أريد أن أقول عندما كان في آسيا وبالتحديد في منطقة ميسية ومنطقة بثينية، في تحويل كبير حدث في رحلة بولس الرسول. ظهر لبولس حلم، رؤية في الليل، رجل مقدوني قائلا له اعبر إلى مقدونية وأعنا.
لما تحقق من هذا الحلم أو من هذه الرؤية تركوا ميناء ترواس، طبعا سافروا في بحر إيجية إلى أول جزيرة تسمى جزيرة ساموثراكي، قضوا الليلة هناك، وبعد هذه الليلة سافروا في البحر إلى أول ميناء في مقاطعة مكدونيا يسمى ميناء نيابوليس، أي تعني المدينة الجديدة، والمدينة اليوم تسمى كافالا. من نيابوليس صعدوا صعودا في الطريق الجبلي، لكنهم صاروا في الطريق الشهير، الطريق العسكري الروماني، في الطريق الأغناطي في مقاطعة مكدونيا، وصلوا إلى أول مستعمرة رومانية، إلى أول كولونية، إلى منطقة فيليبي. وهناك حدث تغيير في منطقة فيليبي وابتدأت الكنيسة، استغيرت ليديا بائعة الأرجوان والجاري اللي كان عليها روح العرافي وسجان فيليبي. ومن فيليبي انطلق بولس بنفس الطريق، الطريق الإغناطي، إلى تسالونيكي، لكن مار في منطقة أمفيبوليس ومنطقة أبولونيا. وهناك في تسالونيكي علم في المجمع، لكن واجهوه بمقاومة، ترك تسالونيكي وذهب إلى برية. كان في قبول أكثر لأنه كان أشرف من أهل تسالونيكي، لأنه فحصوا ودققوا الكتب، لكن أثاروا مرة أخرى حملة اضطهاد ضد بولس الرسول. وطبعا من تسالونيكي، من برية، أخذ سفينة وذهب إلى أثينا، مركز الحضارة أو الثقافة اليونانية، وهناك تكلم إلى الفلاسفة اليونانيين. ومن أثينا ذهب إلى كورنثوس، أكبر مدينة في اليونان آنذاك، المدينة التجارية والمدينة السياحية والرياضية والمدينة الدينية. مكث هناك سنة ونص وعلم في كورنثوس، ثم رجع إلى أفسس فترة قصيرة جدا، ومن أفسس إلى ميناء قصاريا، ومن قصاريا رجع إلى المركز التبشيري من حيث انطلق إلى أنطاكيا نفسها. تمت البشارة والرسالة وسمعت كلمة الرب كل هذه المناطق، آسيا وأوروبا أيضا في هذه الرحلة. هذه الرحلات بتعبر أيضا عن محبة بولس وغيرته، لازم الناس اللي ما سمعتش البشارة تسمع أيضا. أنا ما زلت موجود في أفسس القديمة، تركنا المكتبة وحاليا أنا ماشي على طريق الرخام اللي بيقود إلى المسرح الروماني. المسرح بيسع فيه 24,000 متفرج، ومن هذا المكان نصل إلى طريق المينا. هذا الطريق اللي بيربط المينا مع أفسس. الجهة الأخرى منطقة الأجورا اللي هي منطقة السوق العام أو ساحة الميدان، المنطقة التجارية في أفسس السفلى. راح نواصل طريقنا إلى هناك. أعزائي، أواصل حديثي من منطقة أفسس القديمة عن رحلات بولس التبشيرية، وبالتحديد رحلته الثانية والثالثة. في هذا الجزء أريد أن أتحدث عن رحلته الثالثة. طبعا رحلات بولس التبشيرية أي أنه كان يذهب ويبشر ويكرز بمناطق لم يذهب إليها أي إنسان من قبل، لكي يتحدث بالأخبار السارة المفرحة، رسالة الخلاص بواسطة شخص المسيح الحي. طبعا المركز كان أنطاكيا. بعد قضاء وقت في أنطاكيا، في سوريا، رجع في هذه الرحلة، صار بنفس الطريق، نفس طريق الرحلة الثانية، مرا طبعا بآسيا الصغرى، مبتدئا بمنطقة أو تسمى كورة غلطية، ثم أيضا في منطقة فريجية، ووصل إلى أنطاكيا بسيدية. هذه المناطق زارها في الرحلة التبشيرية الأولى، لكن هذه الزيارة حتى يثبت، حتى يشدد التلاميذ، حتى ينظم الكنائس، حتى يرسم شيوخ وقساوسة، وحتى يرى أمورهن وأحوالهن، طبعا أكيد حتى يربح نفوس أخرى للمسيح يسوع، حتى تعرف أكثر
الأمم عن شخص المسيح، ثم جاء إلى أفسس أكبر مدينة في آسيا. فهذه المدينة مثل ما ذكرت كانت تعتبر المدينة الرسمية والرئيسية، لأنها كانت مدينة تجارية، مدينة سياحية، مدينة دينية. فكان مهم أنه يجي لأفسس، إلى هذا المكان. أفسس كانت مش بس أكبر مدينة في آسيا الصغرى أو عاصمة الرومان، كانت في الحجم تعتبر المدينة الثالثة بعد الإسكندرية وبعد مدينة أنطاكيا طبعا في الحجم. ولأنها كانت مركز تجاري وديني، فاستطاعت الرسالة أن تصل إلى كل الناس الذين يأتون إلى هذا المكان. كانت أيضا مركز للمواصلات، فالطرق كانت بسهولة تأتي إلى منطقة أفسس، فكان على بولس أن يمر في هذا المكان. من أفسس اتجه بولس الرسول إلى مكدونية طبعا عن طريق الأغناطي القديم. مكدونية طبعا ذهب لها في الرحلة الثانية، ومكدونية تعتبر طبعا أيضا مقاطعة كبيرة، لكن لما ذهب إلى مكدونية ذهب عن طريق ترواس، ومن ترواس زار فيليبي اللي هي كانت مستعمرة رومانية، ومن فيليبي ذهب إلى تسالونيكي ثم برية. كل هذه المناطق زارها اللي في أوروبا، زارها في رحلته التبشيرية الثانية، وتأسست كنائس في منطقة اليونان. ثم اتجه غربا عن طريق الأغناطي القديم، استمر في منطقة اليونان بعد ما أنهى كل زيارات المدن اللي زارها في الرحلة الثانية. ذهب إلى، على الأرجح ذهب إلى منطقة الليركيون، مكتوبة في رسالة بولس إلى أهل روميا. وعلى الأرجح أنه ذهب إلى أخائية، الاسم القديم لليونان، في المنطقة الجنوبية، ومكث في كورنثوس 3 شهور. من خلال، نعرف هذا الشيء من خلال كتابته للرسالة، أو لما تكلم من كتابته لإلهن. وشيء طبيعي لأنه ما بيقدر يسافر في فترة الشتاء، انتظر حتى الطقس أيضا يتحسن. وطبعا بعد كورنثوس رجع وأنهى الرحلة. هذه الرحلات بتعبر أحبائي عن محبة الله. الله يريد أن يفتقد كل الناس برسالة المسيح. تعبر أيضا عن مخطط الله أو البرنامج الإلهي، ينبغي أن يكرز ببشارة الملكوت في جميع أنحاء المسكونة. ثم أيضا هذه الرحلات بتعبر عن محبة الله للأمم، إن الأمم لازم يسمعوا كلمة الله ويندمجوا مع شعب الله، وتكون كنيسة واحدة من كل الجنسيات ومن كل الخلفيات، بيعبدوا رب واحد وإله واحد. وهذه طبعا الرحلات هي تتميم للمأمورية العظمى بطريقة عملية، إنه يطلعوا من حيز منطقة الأراضي المقدسة لكي يصلوا إلى أفسس. وطبعا بعد فترة حين اكتشف إنه بولس وصل إلى قلب العاصمة الرومانية، إلى روما نفسها. هاي الرحلات بتعبر أيضا عن محبة بولس وغيرته. لازم الناس اللي ما سمعتش البشارة تسمع أيضا. مثال لنا إحنا نكون أشخاص عمليين، أشخاص نعمل بجد وكد. مش ممكن تقول إنك أنت مسيحي ومجرد متورث هذا الاسم عن الآباء والأجداد ولا تعرف شيء عن المسيحية، ولربما أنت تبحث عن المسيح. أنا أدعوك لتقرأ كلمة الله، الإنجيل المقدس، وأنا أدعوك لكي تقرأ عن الكنيسة الأولى في سفر أعمال الرسل. سوف تختبر قوة الروح القدس وعمل المسيح الحي الرب المقام بتغيير النفوس. وأريد أن أقول أنه قادر أنه يغير حياتك في هذه اللحظة. كان يتطلب أنه بولس والرسل يسيروا مسافات مئات بل آلاف الأميال حتى يصلوا إلى هذه النفوس البعيدة. فهي نعمة الله أنه من خلال برامج التلفزيون ممكن تسمع البشارة، وهي الدعوة لك حتى أنت تتغير، تفتح قلبك ليسوع وتدعوه ربا وتتوجه ملكا على حياتك، فيأتي فيزورك من خلال أعظم رحلة، زيارة يسوع لقلبك وحياتك في هذه الحلقة. فطلبوا إليه أن يطيل الإقامة بينهم فاعتذر، ولكنه قال لهم عندما ودعهم
سأعود إليكم إن شاء الله. وسافر في البحر من أفسس، فنزل في قيصرية، ومنها صعد إلى أورشليم وسلم على الكنيسة، ثم نزل إلى أنطاكيا، وبعدما صرف فيها بعض الوقت خرج وسار في غلاطيا وفريجيا يقوي عزائم التلاميذ. أعزائي، عندما أتحدث عن رحلات بولس التبشيرية لا أقصد أنه عمل فقط ثلاث رحلات، لكن أتحدث عن رحلات منتظمة، إذ ذهب من المكان الأساسي أو الرسمي التبشيري من أنطاكيا منطلقا بقوة الروح القدس وبتأييد الكنيسة وبصلوات الكنيسة حتى يربح أكبر عدد ممكن من النفوس ولا سيما من الأمم. لكن بولس ذهب إلى مناطق كثيرة لم تذكر بطريقة منتظمة، وطبعا في رحلة رابعة اللي هي إلى روما لكنه ذهب كسجين. أعزائي، هذه الرحلات كانت حتى توصل بشارة الإنجيل لكل الأمم. فالسؤال، هل انتهت هذه الرحلات؟ لا، اليوم تستخدم كل الوسائل، الإعلام من تلفزيون لراديو لمجلات لكنائس إلى كل أنحاء، تنطلق إلى كل أنحاء العالم حتى تتم الكرازة، وعد الرب يسوع المسيح أنه ينبغي أن يكرز بالإنجيل للخليقة كلها. السؤال، ماذا عنك؟ هل أنت مؤمن حقيقي؟ إذا أنت مؤمن حقيقي أكيد لازم تشهد عن الرب، لازم تكرز وتتكلم عن يسوع المسيح. لكن أيضا أنت بلا عذر يوم من الأيام رح تقابل الرب يسوع المسيح، حتى تكرز لازم تكون مؤمن بالمسيح يسوع. وأنا أدعوك أنك تؤمن بيسوع وتقبل الرب يسوع المسيح وتقرأ بكلمة الله، لأنه أنا بتكلم عن هاي الرحلات يمكن بسرعة وببساطة، لكن تحتاج أنك تقرأ من كلمة الله وتدرس كلمة الله أكثر تفصيلا وتدقيقا. إذا عندك أي سؤال يمكنك أن تتصل أو تكتب لنا حتى أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن كنيسة الشهداء. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو على العناوين التالية: قناة الملكوت.